احلى مومنت بعمرة الانسايت كانت وقت نيو يير اللي صار انه كنا بمدينة منورة وكنا بدنا نزور روضة سيد محمد صلى الله عليه وسلم، وهن هونيك بالروضة بيقسموا النساء جروبس 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 احسن بتعجق كتير، فبيفوتوا جروب ورا جروب. فانا ورفيقتي تأخرنا عن الباقيين، رفقاتنا الباقيين، فهن كلياتهم سبقونا فاتوا بجروب اللي قبلنا، نحن فتنا بعدهم. فصلت 12 قلت لها هابي نيو يير، تقلي هابي نيو يير، ورجع فتحوا الابواب وفتنا على روضة. فكان كتير فخمة انه اول شيء عملناه ب 2014 هو انه فتنا على روضة سيد محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين كمان في قصة انه لما تقعدوا وقت الضحى حول الكعبة وتكون انه بس قاعدة هيك عم تخيل انه at some point in time كان هون الرسول واقف، وكان في اصنام هون، وكان في ناس هون عم يعملوا القصص اللي بنسمعها دائما بالقصص، انه being in the setting of the stories you always hear. وكل هذا بجو حلو مع الرفقه، بنشجع بعض، نفيق بعض على الفجر. وكان اكسبيرينس جديد علي انه الحمد لله زرت المدينه، والحمد لله باخر عمره الله انعم علي بالحجاب، وكانت عن جد هذه الرحله turning point in my life. كيف بلشت العمره معي؟ لما صرنا على حدود مكه واجت رفيقتي قالت لي انه هيدا الاكثر محل سيف اون ايرث. مثلا على 3:30 الصبح انزل قعد بوج الكعبه وشوف كيف شكلها قبل وبعد الشروق، ما حدا له معي، وسوبر سيف، فينا انزل لحالي بشوارع مكه. يعني الاذان تاع مكه هلا يعني بشكل عام كل ما اسمعه هون برجع بتذكر العمره، وانه سبحان الله هونيك كيف انه بكل اذان بيكون الواحد رايح على الحرم ليصلي. فانا هذا الشيء احيانا بخليني انه ارجع اتذكر انه اوكي مش بس هونيك شيء قديم من نصلي، خليني هلا كمان اترك كل شيء ونصلي. سو الشغله صارت معي كانت وقتها بالمدينه المنوره عند الرسول، ونحن بالنساء بس معنا شيء، كل بنت معاش 3 دقائق بالروضه، بعدين دغري بمثل بدها الشروق ليجي محل غيري. سو كان معي 3 دقائق وانا انه يلا هلا بدنا نصلي وما بعرف شو، وبدي ادعي قد ما فيه، وبدي كل ثانيه بهال 3 دقائق تنما. بتيجي وحده ما بتعرف تحكي عربي، وبتيجي بتحكي لنا بلغتها، وانه عم تحكي وتحكي نحن ما نفهم عليها، ونحن انه شو بدك، وانه مثل محرقسين منا تركينا بدنا نصلي لانه هلا بيقولوا لنا روحي. اخر شيء فهمنا عليها انه طلع بدينا نحكي ندعي بالعربي، وهي تقول معنا امين، لانه حسيت انه بالعربي بتزبط اكثر من انه هي تدعي بلغتها. احلى شيء واحلى شيء الجماعات اللي بتصير بالليل بين الشباب، بصير فيها نقاشات وبنفس الوقت مزح وضحك، بصيروا بس ترجعوا يصيروا انسايد جوكس بيناتكم، والاشخاص اللي ما راحوا معكم بصيروا بينقهروا وبيندموا انه ما راحوا معكم.